كان لي خال اسمه حجاج الثنيان. حجاج الثنيان رجال كبير، وجهه كبير وعليه لحية كبيرة ويحنيها حنة أحمر وحواجبه كبيرة، لا شفت كأنك مقبل على أسد رحمة الله عليه. مهيب مهيب مهيب، ودائما عليها البشت الصيف والشتاء، الصيف حق الصيف والشتاء حق الشتاء. المهم من ذكرياته كان سكان الخرج، تعرف مجموعة من أهل نجد انزحوا للخرج لما جاء مشروع الحكومة، مشروع الزراعة ومشروع الأبقار وغيره، انزحوا ليدورون رزق الله هناك. خالي صار بالسهبة، أسهبة تقريبا شمال أو شمال شرق الخرج، يمكن 40 كيلو أو شيء ذلك، نسيت والله كم المسافة. على كل حال ساكن هناك ويشتغل بالمشروع، المشروع كان أنه ضعف أو يعني استغنوا، صار فراش مدرسة بالإضافة إلى أنه مؤذن. فراش المدرسة من أول ما عنده شغل إلا يسوي شاهي بالفسحة أو ها، ما هو مثل الآن يعني العيال يكببون ولا ما أحد معه شيء. نعم. المهم الخال الله يغفر له يرحمه كان صلح شاهي وجابه للمدرسين أثناء الفسحة، مد فنجال لحد المدرسين الجدد، الأستاذ مد إيده اليسرى ليتناول الفنجال، الفنجال حق الشاهي ايه؟ خالي كبوا عليه، أوه. رماه عليه بحرقة من ايه كبيرة أنه يأخذ باليسار كبيرة. راح الأستاذ وعلم المدير، المدير يعرف خالي أنه شديد ايه؟ أنه ما يعني، فخالي يقول لي مريت عليه وأنه قال لي يا أبو الحميدي، ولده الكبير اسمه محمد موجود ايه؟ يا أبو الحميدي. يقول خالي أنا عرفت شيء، بيقول قلت والله ما بشرها على اللي مد اليسرى، أشرها عليك تسمع اللي تقبل واحد يجي يدرس عيالنا وهو ما يعرف السلوم ولا الآداب ولا شيء. يقول وحك واسكت ورينا هذه. هذه واحدة. الثانية من ذكريات خالي، خالي كان كريم، لو يشوفك أبو عبد الرحمن لو يشوف أي أحد من الأخوان ويجي عنده كذا يعزمه يلزم عليه شوي، مرة مرتين ثلاث مرات، الرابعة يبكي لأنه ينقهر إذا ما استجاب له، إذا ما استجاب. الله. يقول واحد إني رحت أنا وأخوي للخال حجاج وإنه عرض علينا الدعوة وإننا تمنعنا والله ما أدري مشغولين بنسافر. أخوي يقول يعرف زين الخال، قال ابن حلال وافق له يقعد يصيح علينا الحين. يا الله الله يقول يا الله يا الله. وأخيرا كريم، كريم يبكي يبكي قار ما استجبتوا لي. الثالثة كان يزور المستشفيات المرضى، أذكره مرتين رحت معه، مرة جانا بالقصيم وقال بزور ابن عمي رجال كبير خال لنا الله يغفر له يرحمه في مستشفى نيزة بعد الظهر. قلت خال ما تفتح الزيارة الآن؟ قال امشي امشي كذا بصوت والله واركب السيارة أنا وياه ونروح المستشفى. يوم جينا المستشفى إلى البواب من أهل الديرة عند الباب، خالي ولا عبر ولا شيء، مشى دخل. الحارس أنا قال لي أوقف، ما أوقف يتشف أنا باقف ولا من الداخل. شوف الشايب ذاك ترى بيضيع الحين وأنت المسؤول عنه، قال راح يلحقه. وجينا مرة ثانية للمستشفى العسكري، كان في أحد الأقارب أيضا قال لي بيزوره، ورحت ولا عبرهم شرطة ذولاك وعسكر ولا يهرج عليهم ولا شيء، يقول يمنعون اللي يقدرون زيارة مرضى. زيارة مرضى الله يغفر له يرحمه.